السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة على قناتكم حسن الإسلام. هذه الحلقة سنتكلم عن ما يسمى معضلة الدعاء. طبعا الدعاء سيكون معضلة عند الذين لا يعلمون شيء في الدين الإسلامي ولا يعرفون شيء في العربية، تماما كالطفل الذي يرى المعادلة ذات المجهول واحد تعتبر معضلة عنده، أو المعادلة التي تحوي مجهولين يعتبرها أيضا معضلة عنده، لأنه بالأصل لم يتأصل في الرياضيات، فطبيعي سيرى هذه الأمور معضلة عنده. وكذلك في الأمور التشريعية، فعندما تدخل في أمر عقائدي لا تعلم عنه شيء فطبيعي سيكون عندك معضلة. وبما أننا نحن فصلنا في حلقات سابقة حول ضرورة معرفة اللغة العربية قبل التكلم في الدين، سأضع الحلقات هذه في الوصف، وأثبتنا أنه عندما تجهل معاني الكلمة ستنشأ عندك شبهات، لا بل لا تسمى شبهات بل افتراءات ونكثات، وسنثبت هذا بهذه الحلقة مرة أخرى وللمرة الرابعة. نبدأ على بركة الله. موضوع الدعاء، للدعاء عدة معاني ذكر منها في القرآن. سأبدأ بأول معنى وهو الدعاء بمعنى النداء، أي ناديته أو صحت به، كما قال الله تعالى في كتابه: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. المعنى الثاني من معاني الدعاء وهو الطلب، كما قال الله تعالى: وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، أي تطلب حملها. المعنى الثالث للدعاء وهو القول، يعني تحكي شيء، كما قال الله تعالى: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا، أي قولهم إذا جاء العذاب. المعنى الرابع للدعاء في القرآن وهو العبادة، كما قال الله تعالى: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، أي نعبد. المعنى السادس للدعاء وهي الاستعانة، كما قال الله تعالى: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. والمعنى السابع للدعاء الحث على الشيء، كما قال الله تعالى: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. والمعنى الثامن للدعاء وهو النسبة، أي تنسب الشخص لأبيه أو تنسبه لشخص آخر، كما قال الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وغيرها من المعاني. فعندما تريد أن تتكلم عن الدعاء بالمفهوم الإسلامي يجب أن نعرف ما هو السياق الذي أتى به، وما هو القصد منه، وما هي شروطه، حتى نفهم ما المقصود بهذا الدعاء. طيب، عندما قال الله ادعوني استجب لكم، يجب أن نعلم ما المعنى من كلمة ادعوني، وما المعنى من كلمة استجب لكم. هنا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الدعاء ومعنى الاستجابة، وأخبرنا أن الاستجابة تكون على ثلاث أشكال: إما أن يستجيب في الحال أو يؤخرها لكن تتحقق الدعوة، تتحقق في الدنيا، أو أن يدخرها الله لك يوم القيامة يجازيك بها حسنات أو يرفع بها بلاء عنك. فالملحد ماذا يفعل؟ يأخذ معنى كلمة الدعاء أي المنادات ويلزمنا بها ليقول لنا الدعاء، وكأنه شخص قاعد على القهوة يطلب اثنين شاي لازم يجاه اثنين شاي. فهذا غير مقصود بالدعاء الذي أفهمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، هناك سنن كونية لن تخرق لأحد إلا لأنبياء طبعا، وتعتبر معجزات، فهذه السنن ثابتة مثل الموت. الموت يعتبر سنة على جميع كل المخلوقات، سنة سائرة على كل المخلوقات. فعندما شخص يقول اللهم لا تمتني أو لا يريد الموت، فهنا الدعاء لن يتحقق لأنه خالف سنة كونية، فكلنا مكتوب علينا الموت ولن يخرق هذا لأحد حتى لو دعوت الله. فهذا يندرج تحت ما يسمى شروط الدعاء أو من موانعه، فإذا وقعت بمانع من موانع الدعاء فطبيعي لن يتحقق. مثل أنت لما بتقدم طلب لأي دولة أو تقدم طلب لأي جهة، هذا الطلب قد يرفض. لماذا؟ لأنه حدث خلل بأحد الشروط أثناء تقديم الطلب. وكذلك عندما تدعو الله، عندما تقع بخلل من الضوابط الشرعية التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرها منها الله من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، فطبيعي الدعاء لن يقبل، مثل لا يقبل الدعاء بقطيعة الرحم، وهذا ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبيعي انت ما فينك تقول والله ليش رب العالمين ما تقبل دعائي وانا عم بدعي بقطيعة رحم، فطبيعي هذا مرفوض، هذا الدعاء مرفوض. او مثل شخص يدعو ان يكون لديه معجزات، هذه المعجزات لا تكون الا للانبياء، وطبيعي انت لست نبي، فطبيعي لن تتحقق هذه الدعوات. وهناك امور اذا كان الدعاء استهزائي، مثلا شخص يقول اللهم ارزقني طيارة حربية، وجاري مثلا يقول اللهم ارزقني مضاد طيران، وهذه الامور التافهة يعني، هذه الاستهزاءات طبيعي
لن يتحقق الدعاء. قد يقول شخص طالما البلاء مكتوب فلما الدعاء؟ يعني مثلا انه الله كتب علينا ان ينزل بلاء او يرد هذا البلاء، فلماذا بالاصل انا ادعو؟ الجواب ان هذا الدعاء ايضا مكتوب، يعني رب العالمين لما قدر البلاء ان يرده رده لانه يعلم انك ستدعو، وطبيعي البلاء الذي يرد كما هو مكتوب الدعاء ايضا مكتوب. رابعا، الدعاء مرتبط بالتوكل وليس التواكل، فطبيعي الدعاء من دون عمل لن يتحقق، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فهنا وضح لنا معنى توكل الذي يتحقق به الرزق، فلما انا ادعو الله ان يرزقني يجب ان اتوكل وليس ان اتواكل. خامسا، هناك ادب بالدعاء علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه، وأن لا نستعجل بالدعاء. ففي الحديث الذي أمامكم يوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه هناك آداب للدعاء، وهناك حمد وثناء، ومن ثم يأتي الدعاء والطلب. فأنت إذا كنت تريد أن تطلب من ملك من ملوك الأرض لن تطلب بطريقة قلة أدب، فطبيعي لما تسوي نفس الشيء مع الله لن يقبل دعائك، فلا تقول لماذا الله لم يستجيب لي. سادسا، نحن لا نعبد الله مصالح، يعني أنه يا رب العالمين أنه أنا بدعيك فلازم تحقق طلبي، أو مثلا يعبد الله على حرف أنه إذا ما استجبت لي أنا بدي أكفر. وضح هذا الصنف رب العالمين في كتابه فقد قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. هذه الآيات ذكرت لكي نتعلم منها وليس على سبيل القصص، لا بل هناك طلبات طلبوها الأنبياء خالفت سنن كونية لم يقبلها الله تعالى، مثل استغفار النبي للمنافقين ولم تستجاب هذه الدعوة. لماذا؟ مع أنهم أنبياء، لأنها خالفت سنن كونية. فهل أنت أعظم من الأنبياء حتى تعترض أنه رب العالمين ليه ما حقق لك شيء خالف سنة كونية؟ إذا كنت تعلم أنك لست بأعظم من الأنبياء فلا داعي أن تسمع لأقوال المفترين. وسنأتي لاعتراضات المفترين. الاعتراض الأول: مشكلة رقم واحد مع مفهوم الدعاء اللي هي ملء جميع الفراغات. على سبيل المثال، إذا في شخص مؤمن وجيد جدا أصابه مرض السرطان ودعا لربه إنه يتعالج منه، إذا تعالج وطال معناها الله استجاب لدعوته، الله هو اللي عالجه والله جيد وبيحبه لهذا الإنسان، شغله حلوة كثير. لكن إذا هالإنسان ما تعالج معناها الله عنده خطة معينة، يعني عسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم، أو بيكون عم يمتحن للشخص نفسه وعم يشوف إيمانه. لكن إذا في شخص سيء وأصابه مرض السرطان وهذا الإنسان كمان دعا لله إنه يتعالج، بحال تعالج هذا الشخص نمدوا للظالمين مدة والله عارفان شو عم بيعمل وهو في عنده خطة معينة، وبحال ما تعالج هذا الشخص ومات هذا هو عقاب الله، شفت هذا لأنه شخص سيء الله عقبه ما عالجه ومات. فبكلا الحالتين إذا أنت شخص جيد أو سيء وتحققت أمنيتك أو ما تحققت ما فينا نعرف كيف، ما فينا نعرف ليش، ما في عنا مفهوم أو منظور معين فينا دائما نعتمد عليه إنه يطالع النتيجة دائما نفسها، لأنه الموضوع كله مبني على شيء غيبي. فالواضح إنه مفهوم الإله مو مهم أبدا إذا أنت بتأمن فيه أو ما بتأمن فيه، إذا أنت شخص جيد أو سيء الأمنية أو دعاء تبعك عنده 50-50 chance يا تشتغل يا ما تشتغل. وإذا أنت كإنسان مؤمن زعلان من هذا الكلام أنت بتقول مثلا إذا أنا مؤمن قلت أنا مآمن فيك وصديقك وبخاف منك وبحترمك، هذا الإنسان اللي ما بيأمن فيك عنده 50-50 chance مثلي؟ لو أن شخص جيد أصابه مرض السرطان فدعا الله أن يشفيه فشفى، نقول أن الله استجاب له، وإن لم يشفيه نقول أنه هناك حكمة رب العالمين أو خطة لرب العالمين لذلك لم يشفيه. وإذا شخص سيء أصابه مرض السرطان وشفاه الله نقول أن الله يمده مدا، وإن لم يستجب له نقول أن الله انتقم منه. طبعا هذا الطرح لا يقوله شخص مسلم يعلم أصول الدعاء وشروطه وضوابطه. المشكلة بهذا الطرح أنه جعل مفهوم الدعاء مفهوم مادي وحصره فقط بالوقوع والتحقق، وقفز فوق نقطة مهمة أن الدعاء بالمفهوم الإسلامي تحقق طلبك أم لم يتحقق فقد استجيب لك، فهو يريد أن يحصر الاستجابة بالتحقق والوقوع، يعني طلبك تحقق على أرض الواقع، وهذا لم يعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ندعو. يعني مريض السرطان عندما يدعو الله تحقق دعاه أم لم يتحقق على أرض الواقع فقد استجاب الله له بالمفهوم الإسلامي لمعنى الاستجابة. فإذا كان الله قدر له الموت بهذا المرض فلن يرد الدعاء هذا، لكن هناك احتمالين آخرين للاستجابة قفز فوقهما هذا الشخص. أما بالنسبة للشخص السيء الذي إذا دعا الله واستجاب له أو لم يستجيب له فهنا الاستجابة متعلقة بالتحقق، لأنه لم يعده الله بأنه إن لم يتحقق دعائك أنا سأدخر هذا لك يوم القيامة، لأنه بالأصل الكافر سيجازى بالدنيا على هذه الأمور، فإن تحقق له فهو يجازيه بشيء فعله هذا الكافر، وإن لم يتحقق له فقد يكون هناك مانع منع من هذا التحقق. طبعا يقفز فوق كل هذه الأمور، فطبيعي الكافر ستكون له فرصة التحقق 50% يتحقق و 50% لا يتحقق، لكن بالنسبة للشخص المؤمن فعندما يدعو قد استجيب له بنسبة 100%،
بحسب المنظور الإسلامي وليس بنسبة 50%. طبعا هو حاول حصر الموضوع بالمادية فقط لكي يجعل النسبة 50%، لكن يجب على الشخص، أي شخص يريد أن يناقش مفهوم إسلامي، يجب أن يأخذه من المنظور الإسلامي وليس من المنظور المادي، ويلزم المسلم بشيء لم يلزم نفسه به. فطبيعي من المفهوم المادي هناك خياران فقط، إما يتحقق أو لا يتحقق ماديا، فطبيعي ستكون النسبة 50%. لكن عندما تناقش الموضوع من الناحية الإسلامية يجب أن تأخذه أنه هناك نواحي أخرى للاستجابة، فلماذا قفزت فوقها وجعلت النسبة 50% للمسلم؟ الاعتراض الثاني، المشكلة رقم 2 هي العلاج بالدعاء أو العلاج بالصلاة، إن كان المرض عقلي ولا كان جسدي. أصحاب الأمراض العقلية اللي هن بحاجة ماسة للعلاج الطبي الحقيقي بيقولوا عليه مش شيطاني، وإنه مستحيل هذا المسي يتعالج إلا بالكتب تبعنا. اليهود بيقولوا الدورات هو الشيء الوحيد اللي بيعالج، نحن عندنا حالات موثقة إنه تعالج منها العالم. المسيحية بيقولوا ما حدا بيتعالج بالإنجيل، نحن عندنا فيديوهات واضحة كيف العالم تعالجت ورجعت حياة طبيعية. والمسلمين طبعا بيدعوا نفس الشيء، انه القران هو الوحيد بيعالج هاي الامور، عن اثباتات على الموضوع. الهندوس واديان ثانيه نفس الشيء، كلهم فكر انه الكتب تبعها هي الوحيده بتعالج هاي الامور. هذا الشيء يعني يا اما هي الالهه كلها موجوده وكلها صحيحه، يا اما الاديان كلها عم تكذب على حالها. واذا بفكر بشغله، ليش المس الشيطاني لما بيصير على شخص مسلم بيسب محمد وبيسب الله، ولما يكون على شخص مسيحي بيسب يسوع؟ موضوع المس او المس الشيطاني هنا بدا ياخذ اقوال العوام ويترك اقوال العلماء، فجعل كل مس هو مرض نفسي. يعني نحن كمسلمين بينا هذا قبل اكثر من 1000 سنة، لكن هؤلاء لا يفتحون الكتب، ونحن رددنا على هؤلاء المشايخ الذين يمثلون أمام الكاميرات بأن كل شخص لديه مرض نفسي أو مشكلة جسدية مثل صرع بأنهم يخرجون الشياطين منهم، ورددنا عليهم وقلنا أن هؤلاء الأشخاص إن لم يشفوا بالرقية الشرعية فيجب أن يذهبوا إلى طبيب، لأن مرضهم لا علاقة له بالمس، وإنما يذهب إلى طبيب لأن الرقية الشرعية يجب أن تخرج الشيطان. فإن لم يخرج لا نقول لا سنظل على هذا المنوال لأنه يجب أن يخرج لأنه هذا شيطان. فنحن فرقنا بين المس والأمراض الجسدية والنفسية، وسأتيكم بكلام العلماء من قرون. لنأخذ قول ابن القيم رحمه الله، فقد قال: الصرع نوعان، صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية، وصرع من الأخلاط الرديئة، يعني مشاكل جسدية. لا بل لا أحد من المسلمين يقول أنه إذا شخص صار يتخبط يعني شيطان ماسه مباشرة يحكم على هذا. فعندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أتته امرأة يأتيها صرع، فلم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم لا لا أنت لديك شيطان متلبسك، لا، بل دعا الله أن لا تتكشف عند الصرع، فهو يعرف أنه هذا صرع. ويمكن أن يقول لو أنه لا يعرف الفرق بين الصرع وبين مس الشيطان يمكن أن يقول لها لا لا هذا شيطان وليس صرع. فطبيعي نحن كمسلمون نعرف الفرق بين الصرع أي المشاكل الجسدية والمشاكل التي تأتي من المس، لكن هؤلاء يقفزون فوق كل هذه النقاط. وننتقل للافتراض اللامنطقي، يقول: إذا خرج الشيطان أو الجن من الهندوسي أو البوذي أو النصراني أو اليهودي يبقى كل الديانات صحيحة. هذا افتراض لا منطقي لا أساس له، لأنه أخفى أنه من المفهوم الإسلامي أن الجن أقوام مثلنا مثلهم يؤمنون ويكفرون، فهناك الجن اليهودي وهناك الجن المسلم وهناك الجن النصراني، فطبيعي قد يتلبس أحد الجن أحد الأشخاص من ديانة أخرى، فهذا وارد. فلماذا لم تأخذ هذا الاحتمال؟ طبيعي ما بتركب معك، إذا أخذته ما راح تركب معك الشبهة، وقد يخرج هذا الجني مع النصراني ابتغاء فتنة لكي يفتن الناس أو نصرة لدينه، وقد يخرج من المسلم لأن هذا ما وعدنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرقية الشرعية. فلماذا لم تأخذ هذه الاحتمالات؟ لأنها طبعا ما راح تركب معك شبهة. طبعا أنا لا أتكلم أن كل شخص يخرج الجني منه مثلا كما يصوروه على التلفاز هذه حالة حقيقية، فهناك حالات كثير تمثيل ونحن رددنا عليها، فليس كل حالة نراها على التلفاز نصدقها مباشرة، لكن لا يجب أن ننكر هذا إنكار كلي. الاعتراض الثالث والأخيرة اللي هي التوسل، ليش الله بحب العباد تبعه انه تدعي وتتوسل له بشكل لحوح وبشكل دائم؟ اذا هن مآمنين فيه وبيعبدوه وهو عنده رقابه عليهم 24 ساعه وبيعرف كل شيء عن حياتهم، ليش حتى ما يحقق لهم هي الامنيات او الشغلات الحلوه بدون ما هن يدعوا بس بشكل اوتوماتيكي؟ ليش بده اياهم يصلوا ويدعوا ويتوسلوا بشكل دائم؟ وهل هذا الشيء بيعني انه الله ممكن يكون في عنده شغله حلوه حابب يعطينا اياها، لكن الشغله راحت علينا لانه ما دعينا لها او لانه نسينا ندعي لها؟ هل الشغله الحلوه ممكن تروح لانه الله منتظر الدعاء عليها وما اجى هذا الدعاء؟ فالواضح عندي هون انه الايمان بهذا الاله او اعتناق الدين تبعه غير كافي، لازم كمان تدعي وتترجى لحتى تحقق امنياتك. ليش لازم ادعي وترجى اذا انا مآمن فيك وبعبدك؟ هذا الشيء لازم يكون كافي. لماذا الله يريد منا أن ندعوه طالما هو يرانا؟ وهل يعني أن الله كان لديه أمر يريد أن يعطينا إياه، أو كما يقول حاجة حلوة يعني شيء حلو كان يعطينا لكن نحن نسينا ندعي فروحنا هذا الأمر؟ ويقول أيضا أنه لازم تؤمن به حتى تتحقق أمنياتك. نلاحظ من المقاطع السابقة أن حجة الملاحدة مبنية على تساؤلات فقط وليس مبنية على الحجة والدليل والبرهان، كلها تساؤلات مغلوطة يجيب عليها أجوبة مغلوطة ويبني عليها استنتاجات خاطئة، هذا هو إلحادهم. أما بالنسبة للجواب لماذا يريد الله تعالى أن ندعوه إذا كان هو يرانا؟ لأنه بالأصل الدعاء هو عبادة،
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطالما هو عبادة فالله أمرنا أن نعبده، فهو يرانا عندما نصلي ويرانا عندما نصوم ويرانا عندما نزكي، كلها عبادات. فطبيعي اعتراضك أنه طالما هو يرانا ليش نحن ندعوه، فهي لأن الدعاء هو عبادة. أما بالنسبة لقوله أنه كان في شيء حلو الله بده يعطينا إياه لكن نحن نسينا ندعوه فحرمنا منه، هنا قفز فوق نقطتين. النقطة الأولى بأن الدعاء مقدر كما أن البلاء مقدر، والنقطة الأخرى المهمة هو أنه أخفى أنه إسلاميا أو بالمفهوم الإسلامي هناك أقدار محكمة وأقدار معلقة. من الأقدار المحكمة مثل الموت، هو قدر محكم لا يمكنك أن تغيره. أما الأقدار المعلقة فماذا يعني؟ القدر المعلق فهو معلق على أفعال العبد، فالله تعالى إن فعل العبد شيء ما أنزله وإن لم يفعله لم ينزله. مثل الأقدار المعلقة بموضوع بر الوالدين، عندما تبر والديك فالله ينزل أقدار بهذا الأمر متعلقة ببر الوالدين، فهذه تسمى أقدار معلقة أكرمنا الله بها. فأنت بمفهومك السطحي للإسلام جعلت أن كل الأقدار واحدة، وهذا لم يقوله أحد من المسلمين، لكن فعلا هو كرر موضوع مهم وهو أن الدعاء عنده كتحقيق الأمنيات، يعني مثل مصباح علاء الدين. أنت شخص جيد أو سيء وتحققت أمنيتك أو ما تحققت، الأمنية أو الدعاء تبعك عنده ليش حتى ما يحقق لهم هاي الأمنيات أو الشغلات الحلوة بدون ما هن يدعوا بس بشكل أوتوماتيكي، لازم كمان تدعي وتترجى حتى تحقق أمنياتك، ليش؟ وهذا لم يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدعاء عندنا ليس كمصباح علاء الدين ندعو فتتحقق أمنياتنا، فالموضوع ليس تحقيق أمنيات. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فكما رأينا أنه لا يوجد معضلة إلا بعقولهم لأنهم سطحيون، يأخذون الموضوع بشكل سطحي، فهذه حججهم، اعتراضات مبنية على أسئلة خاطئة، ومن ثم يجاوبون ومن ثم يخطئون الإسلام، وهذا متوقع من أناس جعلوا رزقهم على الكذب كما قال الله تعالى. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ولا هنا تنتهي حلقتنا، لا تنسى الاشتراك والمشاركة حتى يصل المقطع للمهتمين، ومن أراد دعم ترجمة الكتب الإسلامية في أوروبا يمكنه الدعم على الباتريون، ومن لم يشاهد المقاطع السابقة فليشاهدها وينتظر المقاطع القادمة، لأنه هناك ناس يأتون إلى الخاص ويسألون أسئلة تم الإجابة عليها بمقاطع سابقة. نتمنى الشخص الذي ينتظر مقطع جديد من مقاطعنا ولم يشاهد المقاطع السابقة فليشاهده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.